الفعاليات النهضه. كنشكر الاخوان واللي كانوا كينظموا هذا اللقاء اللي موجودين واللي وراء الخفاء. حنا هاد يعني كرغوزو قيلا كنسمع بلا ميكروز. حنا هاد المشروع انا غادي نعطي واحد النقطه ونعطي الاخوان باش يتكلموا. حنا هاد المشروع جا في اطار كفاءه الجميع. هاد المشروع هذا مول من طرف الاتحاد الاوروبي بشراكه مع البريتيش كونسيل ديال الانجليز ومع لاجونس اسبانيول ديال الوكاله الاسبانيه للتنميه والتعاون. اللي كتشرف عليه هي جمعيه النهضه بتنسيق مع جيدي. حنا منظمه غير حكوميه اسبانيه. حنا كنخدموا كنشغلوا في هذا المجال ديال خلق فرص شغل، مواكبه على خلق فرص على تقدر تكون تعاونيات او لا دي مقاول ذاتي. درنا تعاونيات بطاقة متجددة، خلقنا فرص شغل على أساس ستاتيو ديال أونتربرونور في جهة طنجة تيطوان العزيمة، درنا تكوين في الشاون، درناه في تيطوان، ودرناه في تنسيق مع جمعية النهضة، درنا ديزانستالاسيون فوتوفولتايك وبليها فاستونسيون في الجهة. دونك هذا المشروع هذا جا علاش؟ خصنا نخلقوا فرص شغل ولكن جديدة. هادشي ديال الفوتوفولتايك القانون تبدل، لي تيكس دابليكاسيون باقي ما خرجوش. حنا بالأحرى الناس اللي خدامين في الضو، الناس اللي قاملوا الانستالاسيون ديال الضوء، الناس اللي كيديروا الانستالاسيون ديال الماء، هما اللي خصهم يتعلموا هادشي هاد التقنيات الجديده. بحكم ان داروا واحد المركز الانستيتيو ديال الفوتوفولتايك في طنجه، كاين واحد في وجده، كاينه واحد السياسه ملكيه اللي هي غادا في هذا المسار، كاين سياسه عاوتاني ملكيه بالنسبه ديال الميكرو كريدي ديال الضوء يلاه خرجت حاليا. اذا المشروع جاي في الوقت المناسب. حنا المشروع كيصب تكوين 25 فرد مثلا في العرايش، 25 في وزان، 25 في تيطوان، 25 في الحسيمه. هذه غير كبدايه. في الفوتوفولتايك النظري بومبا سولير النظري والتطبيقي حتى هو غادي نديروا تكوين في داكشي ديال لي سوفت سكيل ديال قدرات الذات، تخويت قدرات الذات، كيفاش نديروا واحد ان بيزنس بلان، كيفاش نخلقوا واحد المخاوله ذاتيه، نخلقوا واحد التعاونيه هنا في الجهه ديال العرايش وزان، واحد التعاونيه غتكون في الحسيمه. المهم الهدف ديالنا هو يكون واحد التكوين نظري وتطبيقي، ومن بعد ما كرهناش نوصلوا للستاج ويكون واحد الادماج وتكون واحد المواكبه. وفي اخر المطاف غادي تعطى واحد الشواهد اللي معترفه بهم الدوله. حنا ماشي غادي نديروا ذاك التكوين غير هكا خدي واحد الدين، لا، حنا خصنا واحد التكوين اللي كيصب ان الناس حتى اللي ما قدرش هو يشكل واحد المؤسسه ديالو يقدر يخدم، يقدر عنده واحد الشهاده اللي كتخول له انه يفرض ذاته. يقول لك انا راني درت واحد التكوين في اطار التنسيق مع الجمعيه ديالنا والجمعيه ديال النهضه، وجات واحد المنظمه مع الكوبيراسيون ديال اسبانيا مع بريتيش كونسول اوروبا كبت من الفلوس. دونك حنا هذا هو باختصار واحد الانستالاسيون فوتوفولتايك وغادي يخلصوا. اذا هذوك الناس غادي يديروا التكوين غادي يديروا الانستالاسيون من بعد وغادي يتخلصوا، بحكم ان خلقوا تعاونيه المارشا ندوزوا لهذا. حنا باقيين كنجريو مع بزاف ديال المؤسسات انهم يعطيونا دي مارشي، بحكم ان ملي غنساليو الفورماسيون الناس تكونت ودارت مقاولات ذاتية للتعاون يكون ذاك هو الختام وهو مسك الدار لانستالاسيون ويتخلصوا الناس ويكونوا دي حتى دابا خيريه ولا دار ديال الدوله ولا داكشي. الفوتوفولتايك وبلي بلي دو ريسبونسيون مثلا. حنا في طنجه فاش درنا لانستالاسيون غرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات درنا كوبلي في ريزو ريسبونسيون، يعني كيت انجيكتا ما درناش ذاك الكوبيور اللي كيقطع. دونك هي امانديس مثلا رابحه، يعني انت كتانجيكتي لها الضوء ولكن في الغرفه رابحه، يعني حنا والناس تعلمت. يعني هاد الادارات تما خصهم يعملوا لنا ثلاثه فوتوفولتايك. اذا حنا الا كوننا الناس بعد على الاقل غادي يكونوا. اذا هنا غيجي واحد الوقت مع الجمعيه، دابا القانون خرج قانون ان هادشي ديال الضوء والانجكسيون فوتوفولتايك كاين، غير النصوص التطبيقيه باقا ما خرجتش. حنا الجمعيه غتكون كتواكب الناس اللي داروا تكون غيكونوا كيواكبوا. نهار اللي يخرجوا واحد لاكريمون على شو اللي غيدير الانجكسيون الناس ديجا قرات عندهم دي سيرتيفيكات. تهز هادشي دي سوبونسيون ديال الغاز وديال الضوء وداكشي، راه غادا الدوله غادا هادشي ديال سوبونسيون اللي كتعطى، راه بنادم غيبقى يخلص فاكتوره ديالو 100% ديال الضوء، البوطه غتبقى يخلصها 100%. يعني الدوله غادا في هذا المسار غادا تدريجيا، النهار اللي غيولي السيد كيخلص فاكتوره ديالو ما كاينش ذاك الكلفه اللي كتكلف الدوله ما غاتخلصش معاه، هادشي فاكتوره بزاف. يعني الدوله غادا كتستعد ان خصهم يخلقوا فرص شغل في هادشي ديال الطاقه المتجدده، خصوصا هادشي ديال لي كوب 22 كوب 23. يعني الدوله العالم كامل غادي في هذا المسار ديال الحمايه ديال البيئه. هذه من جهه. ناهيك على ان مثلا في اكتوبر ان شاء الله غادي يكون واحد اللقاء ديال البحر الابيض المتوسط اللي غادي تستقطبوا الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات الجويه، غادي يهضروا على كيفاش غادي نحميو البيئه في هادشي ديال لي سوليسيون سولير، كيفاش يمكننا حنا نعطيو يكونوا الناس مهيئين انهم غادي يعطيو دي فرص ديال الفوتوفولتايك عوض مثلا الضوء عادي. حتى هو اصلا هذا الضوء راه جاي من البترول، يعني حنا راه
كلهم حتى لا ما غاديش يبقى غادي يطول زمان ولا غادي يتصرف ما يبقاش. بالنسبه ل كاين منظمات اخرى خدامه في نفس السياق، مثلا حنا عندنا واحد البروجي اخر مع لا زوس فرونسيز دو ديفلوبمون مع المانيا، غادي دار خلق لي كويزور هذوك الفرارن ديال الضو او غيره بدينا فيه، غادي دار النص ديالو غيدار في اكادير شوش ما صدرعه. بالنسبه لهاد الناس اللي كيخدموا في هادشي ديال ارغان كيخدموا البوطاط ما يبقاش هادشي، حنا خدامين في هادشي تنسيق مع الجهات ديال شوش ما صدرعه، واحد لابارتي مع جهه طنجه تطوان. والعام الجاي غادي يكونوا لي داك لي سيشوار دوك الناس اللي كيديروا تجفيف لي الفواكه وداك الشيء ما بقاش هادشي كما كنعرفوا الطاقه ما كتعطيش واحد البويسونس واحد البويسونس بالنسبه تخدم بها في الران او يعني اللي كان الجليد بحال هذا راه مزيان الجوده ديال البويسون ديال غادي ندوزو مثلا لي كليون كيفاش غادي نستقطبوا لي كليون. ما نكروش بان الناس مثلا واحد السيد خدام مسكين في الضو المستوى ديالو راه المستوى ديالو راه هو معروف راه هو كيدير ناستراسيو السيد خدام مسكين مع الزمان، ما نقولوش لا انت غاتمشي تقلب على لي كليون. في التكوين مبرمجين واحد فورماسيون تكوين كيفاش يمكن لك تستقطب لي كليون كيفاش الطريقه استراتيجيه وغادي تشرف عليها الغرفه ديال التجاره والصناعه اللي هما كيواكبوا في هذه الشهاده ديال الاخر وتالو ديكو. ناهيك على ان احنا شي الادارات العموميه نهضروا غير على هادي نيت هادي، الا مشينا عند المندوبيه نقول لك عرفتي نديروا لك الفوتوفولتايك وفي فريزور باسبونسيون والناس ديال الدون نديروا لك واحد جينيراتور ماشي تاجيك اجيك نستعملوا حنا الضوء ديالنا هنايا ومن اللي يكون اجيكتا اللي كنكونسوميو كنكونسوميو ولا بغيت اجيكتا عندنا واحد جينيراتور كيكوبي داك الضوء. انا نقول لك مرحبا شحال غيتكلفني هذا الشيء؟ هادي لك السيميلاسيون غنطرا هادشي اللي قريت غنطبقو نقول لك وادير لي الدوبي عندي لو دوبي الدوائر راه جينا رخيص ولكن من هنا واحد 5 سنين او 10 سنين غادي تامورتيزي هادشي غيولي عندك الضو باطل. نقول لك واش نربح؟ نقول له انت كاداره عموميه ملي تكون كدير لي كونفيرونس تبارك الله تجبد وقول بان حنا حفاظا على البيئه وحفاظا حنا راه دايرين الطاقه المنتجه هادشي غيولي افالور اجوتي في واحد الزمان راه هادشي ما غيبقاش ولا كنطاش ديك اليوم الناس راه بقات كتوعى الناس راه ولات كتعرف بان اي واحد عنده فيلا راك دابا الناس كيمشيو بالثيرميك الماء سخون راك راه من بعد راه الناس غيقول لك الدار اللي عندها جوج القنات يقول لك غادير الدجاج هكا باش الناس تقول زوين يقول لك ملي لي بلاك سولير الناس اللي عنده مثلا ادارات عموم بحال خيريات وداك الشيء يقول لك دير لي بلاك راه الناس ماشي في الناس غاديين في هذا المسار هذا والارزاق بيد الله انسان كيتوكل على الله سبحانه وتعالى انسان عنده واحد الشهاده وعنده واحد التكوين ماشي هو انسان ما عندوش ما عارفش ملي كنكون انا واجد وقاري ومهيئ انا راسك على الله سبحانه وتعالى انا كنتوكل على الله انا كندير لاستراسيون ديالي ديال الضوء داكشي ولكن الا جا شي واحد يقول لك لا الفوتوفولتايك نقول له انا كنعرف منطقه ديال هادشي ديال الفلاحه يقول لك لا بومباج ضخ نقول لك انا نواكب معاك البروجي ونمشيو عند المغرب الاخضر اجي سلام فلان دير لي تان دو ديال المغرب الاخضر انت ما تخلصش هادشي انت كاع ما تخلص راه المغرب الاخضر غادي يخلص كوتا كوت حنا نديرو عيط داك الناس اللي مكلفين اجي انت غتخلص غير 10% تقدر تخلص غير 20% حتى هذيك 20% دوزها لي ودوزها لك ومن بعد الدوله غتخلصنا بحكم ان الدوله كتشجع كاين با مال دي شوز اللي هادشي غادي تقرا من بعد كاين الناس اللي غادي يقريو وغنزيدو نقولوا الانسان اللي كيكون عنده واحد التكوين وعليكم السلام اللي كيكون عنده واحد الشهاده وعنده واحد التكوين ماشي هو ما عندوش حنا ما نجيوش بحال ديك القضيه ديال يقول لك لا انا ما غنقراش راه كاين اللي عنده ليسونس وعنده الدكتوراه ما قاريش عندك الشهاده ليسونس لا ما عنديش وما تكون عندك وهضر لا عندك الدكتوراه لا انا ندير تكوين ونكور راسي ومن بعد ربي غيسر لي الامر انا لي اليقين بان المداخله انا لي اليقين بان جميع الكهربائيين دابا اللي حاليا موجودين معنا راه عندهم هاد الناس كيسولوهم على القضيه ديال الطاقه الشمسيه راه جميع الالكتريسيان مخير كيسولو كيفاش الطاقه الشمسيه واش المشروع هذا حاليا تم الانطلاقه ديالو ولا لا حنا دابا حاليا وزاره الطاقه راها كتنيغوسي مع المكتب الوطني للكهرباء كيفاش يديروا يعدلوا هاد الامور باش هادي الطاقه واحد الحصه اللي ممكن الانسان يستغلها في الطاقه الشمسيه اذا مستقبلا الانسان هذا راه مشروع بالنسبه لنا مربح ككهربائيين راه بالنسبه لنا حنا مربح اذا كان في المجال ديال الريزو ديال لوينو ها انت كهربائي ديجا كهربائي كان في الاتجاه ديال الطاقه الشمسيه الانسان غادي يكون مستفد وسيرتي فيه وعنده شهاده ديالو وكتعترف به الدوله اذا غادي يقول الحمد لله عنده جوج شواهد كيخدم هاك وهاك اذا بوليفور راه هنا خدام مشيت معاك راني مشيت معاك للطاقه الشمسيه راني خدام حنا بالنسبه لينا ككهرباء راه غادي نخسر والو اذا المشروع جا حدا بين يدينا نستافدوا منه نديروا واخا الانسان يدير فائده
يديرها في الباكاج يعمر بها الباكاج ديالو والله يجعل شي بركه. راه ما يخسر والو الانسان، واخا يخسر واحد السويعات من الوقت ديالو ويسمع في الشغل ديالو ويجي يستافد. انا بالنظر ديالي ككهربائي لا يستافد، يبقاو تما مثلا لوجين وغيوات اللي بالداخلي. يعني انا هادشي اللي حنا في صدد ديالو، يعني خصنا نهزو بالايقاع، نهزو بمستوى لان الناس يستحقوا، وحتى الشواهد اللي يكون عندهم واحد بالنسبه كلشي. هادشي كلشي دابا حط كلشي، حنا عندنا بزاف ديال الشركاء، لا لوديكو ولا الغرفه ولا الوزاره ديال التكوين ولا التعاون الوطني ولا هاد الناس كلهم باغيين البروجي ينجح وكلهم مستعدين. كتقول لك حنا الا كانت شي اداره من بعد غنعطيو غنديرو فيهم فوتو البيع خمسوها. واش حنا وصلنا دابا مؤخرا، دابا وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه خلص فهاد المشروع ديال هاد المسجد. كان داز دابا، يعني دابا تم المساجد وديك الدور الطالب المسجد كامله غادي تستعمل على المغرب كامل. انا خصها تكون كنتوقع قديمة اتفاقيه، انا ميزانيه صحيحه راه كتخسر الميزانيه الصحيحه اللي كتدخل في الكهرباء. وهما من هاد الشيء اللي بغاو يحافظوا حتى الطاقه المائيه، لان راه الاغلبيه ديال لا برودكسيون ديال الانرجي الكتريك كتكون البركه دونا. دونك حتى الطاقه الكهربائيه الصبي بالماء والاخر كينقص بزاف. اذا اقتصاد في الماء، اقتصاد في الماء، كاين واحد اقتصاد في الماء لان غادي تستعمل الماء للري وكذا. الانسان تزيد تنتج منه الطاقه الكهربائيه، اذا غادي تولي تخسر عندك واحد الكميه كبيره ديال الماء اللي كطيح. وانت لكن دعم كبير في هذا المجال هذا، كاين دعم حاجه ديالنا امس، الحاجه ديالنا في المنطقه الخضراء. المخطط الاخضر اغلبيه ديالو كيدعم المشاريع اللي كتقتصد في الماء. اذا الدوله راه اغلبيه المشاريع ديالو اللي كتنفذ دابا في الاقتصاد في الماء. بالنسبه للمشروع تبارك الله جا حتى لعندنا وما خاسرين والو. الانسان نطلب الله نكونوا من بين هاد 25 الله يسلمك. تا واللي ما كانش غادي نعاودو. حيت كان انا بس السؤال ديالي استاذ، تسمح لي باش قدمت السؤال هذا، لان كان واحد النهار جلست معايا واحد مول شركه اصله تركي، عنده شركه هنا في المغرب، وجلسنا مع واحد جوج فلاحه بغاو يديروا هذا البومب بطاقه شمسيه. هو ملي بدا يهضر معاهم ما عرفش يقنعهم، يعني هو الفلاح جبر السيلو بدا كيحسب لقى انه يدخل الضو احسن له من علاش، لان الاخر ما عرفش يقنعهم. مني ناضو قلت له شنو درتي، وانا نط بحالي قلت له شنو درتي مع السيد، قال لي ما تفاهمناش. قلت له علاش، قال لي ودي راه بقى كيحسب علاش شنو دار. هو الخطا اللي دار هذاك السيد بين له الربح ديال الضمانات ديال البلايك ما بينلوش، ما بينلوش، خلى هذاك الفلاح عبقري عليه. قال له انا لا طحت الشتا نكون مستافد وعندي الضو ديالي، يعني الطاقه فهمتي، كان خصو يبين له اكثر. هذا الشيء اللي هو السؤال ديالي، يعني كان خصو يبين له الفائده اكثر من انه البلايك فيهم ضمانه. يعني هو راه غادي ليكوبيري فلوس ديالو بعد واحد الوقت، كاين هاد الكلاموتيزاسيون، كاين لي سوبونسيون اللي كتعطى للفلاح ابروبو ديال هادشي في دار المغرب الاخضر، كاين بزاف ديال حتى من الناحيه ديال البيئه ولا بروتيسيون لوفيرونمون. حيت ونهار اللي غاتسد الدوله يدها على هاد لي سوبونسيون راه غادي الدوله غادي تفوت المسار. ما الدوله راه ما لاقيش الفرصه انها تهز، لان راه كاين عيش زمالي وكاين بزاف ديال الكاستاج ديال البترول. دابا كاين مثلا 1000 درهم في النهار كيسيرها، ولا 2000 درهم كيما قال شي واحد دابا عاد كثر 2000 درهم غنضربوا حنا في اللي كيخلص في النهار. ديال ولا سولنا من ديك المعاونه اللي كتعطي الدوله على ديك 1000 درهم شحال غادي نديروا 3000 درهم في النهار ما تخرجوش. بالنسبه للبلايك والبومباي تقاموا مثلا بواحد 12 مليون ولا اكثر، يعني هو هذاك اللي كتضرب العمليه حسابيه عطات الاخر عطاتو اكثر من، يعني كان المفروض انها تجي قل والاخر خرج له اكثر. يعني كان المفروض ان البلاكه مثلا تجيب 25 عام نقسموه على الميزانيه ديال 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 هذا، خص عمليه حسابيه تكون مزيانه. هذا هو السبب، حنا بغينا نتكونوا في هذه المسائل هذو. وهذا الشيء كامل داخل كامل، كاينه فورماسيون في هذا الشيء هذا ديال بونكاسيون ولا موتيزاسيون في الوقت. يعني حتى الاساتذه اللي كنحاولوا نختاروهم الاساتذه عندهم كفاءه عاليه، خاصه خدامين هذا الانستيتيو ديال الكوتايين على اعلى مستوى. ربي يسر الامور. كاين شي استفسار الاخوان؟ نستعد نتكونوا في هذا. ربي يسر الامور. ربي يسر الامور. الله خير وربي يسر الامور. هذه بدايه. كاين شي توضيح فيما يخص المعايير ديال الاستفاده من التكوين. هذيك اللائحه ديال 25.
اش نقول لك بالنسبه انا غنقول غير المده لانه كاين واحد الكوميتي اللي غتقاسم لي هذا السؤال. حنا الهدف ديالنا هما الهدف شنو هو؟ دوك الناس اللي مساكن كيديروا الانستالاسيون الضو مره خدامين مره ما خدامينش، وضعيه صعبه، كتلقى مسكين ما عنده والديه ولا عنده الحاله ديالو ضعيفه مضعضع، ما وصلش انه يوصل لذاك ليكيليبر، ذاك التوازن ديالو سوسيو اقتصادي. هذاك هو الهدف ديالنا. واحد الله يعني هادو هما لي كريتير اللي اختار. واحد النقطة مهمة أستاذ، حنا ما بغيناش اللي قاري واللي أصلا داك إلا كان قاري وخدام وعندو راه بيسروا الأمور. حنا داك السيد اللي مسكين غادي كيتقاتل مع الزمان وعندو الحياة ديالو الاجتماعية مضعضعة هو اللي بغيناه. كاين واحد النقطة مهمة أستاذ ذكرتيها دابا، الله يجازيك بخير، ديال هذاك المسكين والدرويش والمهني، حيت إلا تعطى المارشي في خبارك واحد المسألة المخطط الأخضر دابا أنا ضحية ديالو، شنو كيوقع؟ كينوضو مستثمرين عندهم راس المال، ما معلم ما والو، كينوضو هو كيشد المارشي ويخدم معاه المعلم بواحد الثمن طايح. هذاك هو راه نقطة مهمة، يعني من الأحسن تكونوا دابا قبل ما يطيحوا هذوك المستثمرين، لأن دابا ليريغاسيو شدوا ناس ما معلم ما والو، جا عنده فلوس دار شركة وبدا كيخدم مع هذاك المهني بواحد 100 درهم، هو كيضرب فلوس صحيحة، وهذاك اللي خدام تيدير ليريغاسيو وداك الشيء هو المعلم، هو اللي جاب المارشي، هو اللي جاب المارشي وما تهضرش عطا لذاك السيد المقاول اللي عنده كيما قال خصناش هذه زانترميديا راه دو زعما شوف ولد المنطقة قال لك أهلو مكة أدرامي شيها بها، أنا ولد القصرة ولا ولد العرايش، أنا أول واحد درسني نخدم في هذه المنطقة مثلا، أنا ولد المنطقة ولد القصرة درت هذاك الحرارة، أنا ولد المنطقة أنا ولي خصني نخدم بومبا سولير، علاش غادي يجي واحد من برا ويدير شركة وأنا تكونت وعندي سيتو دوطوما؟ أصلا أنت استراتيجية ديال استراتيجية الجهوية هي في هذا البلاصة.